الطوابير الطويلة والتأجيلات المتكررة للمراجعين في الدوائر الحكومية أرهقت المواطنين، حتى باتوا يطالبون بأنظمة إلكترونية لتسهيل إنجاز معاملاتهم. أغلب دوائر الدولة في البصرة غير مهيئة لاستيعاب أعداد كبيرة من المراجعين، وبعضها لم تخصص أماكن انتظار لمراجعيها، ليبقى المواطنون في دائرة المعاناة حتى إنجاز معاملاتهم. المعامل من قبل عيد الأضحى وأمشي بيها، تر من مديرية إلى مديرية، من شعبة إلى شعبة، بعدين طلع عندي أكو تشابه بالأسماء، فرحت للبلدية الزبير، وبلدية الزبير كملوا لي، ورحت لبلدية النبل للطابو، الطابو قال الضباير كثيرة، دوروا دوروا لقوا قسم وقسم قالوا على باكر. نتمنى مثل بقية الدول هاي المتطورة، يعني بدل ما واحد هالمراجعات هاي كومة الأوراق وهاي مراجعات دائمة، نتمنى مثل بقية الدول الدخل عنوان فرد شغلات هاي مال المعلومات وتوصل مثلا للجنسية غيره مال الجوازات هاي. اعتماد النظام الإلكتروني الذي بات مطلبا ملحا للمواطنين قد يقضي على حالات التزوير والتلاعب بالأوراق الرسمية، إلى جانب تسهيل الإجراءات في معاملات المراجعين دون تأخير أو عناء. وضعنا نظام إلكتروني للبيانات الإلكترونية والتي يصدر منها تأييد إلكتروني. طبعا هذا التأييد الإلكتروني هو فيه عدة فقرات بالنسبة لعدم التزوير، اعتمدت بقية الدوائر عليها في كشف الجريمة وعملية الاستدلال على المواطنين المطلوبين، وكذلك عملية جرد لمناطقنا، إضافة إلى أنه تم كشف أكثر 240 راتب رعاية هو تزوير يكون يستلم من محافظتين. وبعد تجربة مشروع الجواز الإلكتروني وإطلاق تطبيق خاص بالبطاقة التموينية، ترتفع مطالب المواطنين إلى التحول الإلكتروني لكافة دوائر الدولة للخلاص من التحايل والفساد على حد وصفهم. أثير العبادي، وان نيوز، البصرة.